السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم وقناتنا أنوار برو. أصدقاء ديالي، في هذا الفيديو غادي نشوفوا التحركات ديال عبد الصمد الزلزولي مع الفريق ديالو بيتي سيفيا، اللي اليوم قدم مباراة عالمية وساهم في انتصار كبير للفريق أمام فريق خطافي بهدفين دون رد. أصدقاء ديالي، عبد الصمد الزلزولي صراحة من الأولمبياد وحنا كنشوفوا عبد الصمد الزلزولي غادي بواحد التقدم كبير كبير كبير. غادي نخليكم إن شاء الله تشوفوا وحكموا وعطيوني الآراء ديالكم من خلال التعليقات. ماكراش كل واحد فيكم شاف الفيديو يبركنا على واحد لايك، بارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربة في جميع أنحاء العالم. اصدقاء ديالي، خوتي العزاز، هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم، كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، ماكرهتكم تحركوا لنا واحد لايك وتبارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه، ماكرهتكمش اخوتي تشتركوا في القناه وتفعلوا زر ديال الجرس باش توصلوا دائما دائما بجديدنا. تهلاو ليا في راسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم. كيف العاده كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. ان شاء الله وليا فراسكم. السلام عليكم.